أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في المحور الثاني من حلقة اليوم. آلية تنفيذ اتفاق رياض، تجديد لتعزيز جهود السلام في اليمن. آلية يوليو لتنفيذ اتفاق الرياض أجملت وفصلت وسعت وقلصت، لكن أغلبها ما يزال رهن المتابعة لإنقاذ الاتفاق. الآلية هي اتفاق بحد ذاتها، لكن ولمرارة ضعف الالتزام بالاتفاق الأول الذي وقع في الرياض، فقد تم الاكتفاء بإعلانها من خلال تصريح مسؤول في وكالة الأنباء واس، إلا أن اتفاق الرياض يظل الحاضر الأهم في المشهد، يعود ليطرح نفسه بقوة ويفرض بنوده على الطاولة، بنوده تلك كانت الحكومة اليمنية قد وقعت عليها باعتبارها أضيق المخارج من ورطة أغسطس 2019، وما تلاها من أحداث مزعزعة لأمن واستقرار اليمن ومؤسسات حكومته الشرعية، وفرصة جيدة لتوحيد الصف الوطني. عن الآلية والاتفاق وما بينهما نقاشنا في المحور الثاني مع ضيفي وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي إبراهيم وبمشاهدي ومتابعي قناة عدن الكرام. عزيزي، ما الجديد والفارق الذي احتوته الآلية الخاصة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وبين الاتفاق الأصل؟ طبعا الآلية وضعت نقاط معينة وحددتها أيضا بمدة زمنية معينة، وقد بدأ التنفيذ بالفعل بالآلية، وهو إعلان المجلس الانتقالي التراجع عن الإدارة الذاتية وتكليف الدكتور معين عبد الملك رئيسا للوزراء، وأيضا تعيين محافظ عدن، وهذا جزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى التالية والتي منها تشكيل الحكومة خلال 30 يوما حكومة كفاءة سياسية. طبعا هذه المسألة تأخرت، لكن نحن على مقربة من هذا الأمر، ربما في الأيام القادمة حسب التصريحات لمسؤولين يمنيين في عدد من وسائل الإعلام، ربما الحكومة ترى النور خلال الأيام القادمة. أيضا هناك أمر مهم وهو الشق الأمني والعسكري في وهو هذا من أهم التفاصيل أو أهم مفردات الآلية، والحديث هنا أيضا عن تنفيذ الشق الأمني والعسكري قبل إعلان الحكومة. قدمت الأحزاب السياسية مرشحيها للوزارة، والآن القائمة عند الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء. سيتم التشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتحدد الأسماء، وقبل أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، سيبدأ التنفيذ في الشق الأمني والعسكري، ثم لاحقا تعلن الحكومة بقرار جمهوري و تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في عدن. إذن هذا أمل بشكلها البسيط. إذن أستاذ عبد الباسط، ونتحدث عن الحكومة وعن الشق العسكري، إعلاميا هناك من يضع 30 يوما على أقل تقدير لتنفيذ الشق العسكري، هل سيتم مثلا إعلان أسماء الوزراء وأسماء الحقائب الوزارية ويعني لمن تتبع، ثم إيقاف التشكيل النهائي لها حتى تنفيذ الاتفاق العسكري، أم ما الذي سيجري؟ طبعا أنا لا توجد لدي معلومة في هذا الأمر، لكن ما هو متداول في وسائل الإعلام وأيضا متداول في الأوساط السياسية أن الذي يجري الآن هو تحديد الأسماء وإسقاطها على الوزارات، وقبل أن يتم إعلان الحكومة يتم البدء في الشق الأمني والعسكري، في تنفيذ الشق الأمني والعسكري. تحديد أسماء الوزراء في الوزارات أيضا تعرض المسألة على كل الأطراف والمكونات، وبعد أن يتم التراضي على المسألة ويصبح المسألة محل رضا كل الأطراف قبل أن تعلن الحكومة، يتم البدء في الشق الأمني والعسكري. هذا ما هو متداول، وهذا أيضا ما هو مطلوب، لأنه تجاوز مسألة الشق الأمني والعسكري فيها إشكالية كبيرة جدا. سنكرر تجارب حصلت في السابق، مثل ما حصل في اتفاق السلم والشراكة، عندما تم تجاهل الشق الأمني والعسكري في اتفاق السلم والشراكة، وجدت الحكومة نفسها خلال أقل من شهرين محاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، وبالتالي تجاهل الشق الأمني والعسكري ربما سيعجل بعمر الحكومة وتكون أكثر الحكومات عمرا.
من المهم ترتيب المسألة الأمنية والعسكرية في عدن حتى تعود الحكومة بكامل صلاحياتها وتمارس وظيفتها وفقا للدستور والقانون بحماية أجهزة أمنية تتبع الحكومة اليمنية وتأتمر بأمرها، لا تحت حكم ميليشيات، لا تحت حكم ميليشيات يعني جديدة تتلقى أوامرها، تتلقى أوامرها وتوجيهاتها من طرف لا يؤمن بالحكومة أو لا يؤمن بالشرعية من حيث المبدأ. نعم، ما الذي تقرأه أنت في الأوساط السياسية؟ هل هناك تفاؤل عن قرب تشكيل الحكومة بالفعل؟ المستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز المفلحي يقول أنها أيام، أيضا قبل ذلك الدكتور عبد الملك المخلافي والأستاذ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق تكلم عن بداية الطريق والوصول إلى بداية الطريق، إذن كان هنالك إعلاميا الكثير من الأمل من خلال التصريحات لبعض القيادات السياسية، هل هذا كل ما نتوافر عليه أم أن هنالك اختلافات حقيقية تعيق أسبوعين أو ثلاثة من الإعلانات المتكررة عن تشكيل الحكومة؟ إجمالاً الأحزاب والمكونات السياسية سلمت مرشحيها لرئيس الوزراء، الآن القائمة هي على طاولة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك، يبقى مسألة عرض الأسماء أو رفع الأسماء من قبل الدكتور معين إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية لأنه كل حزب أو كل مكون سياسي رفع ثلاثة أسماء في كل وزارة. نعم، والتوافق على أيها سيكون هو عمل المرحلة الحالية التي وهي آخر مراحل السباق أو آخر الشوط في هذا السباق في الواقع. أشكرك جزيل الشكر عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام، كنت معي للحديث حول آلية تشكيل الحكومة، شكرا جزيلا.